السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ غالي وغالي، يعني الغاليين، يعني احلى متابعين واحلى شباب. شباب اليوم شيني باردة، دقص قص، شيني السالفة؟ بعدين شلون كبرن الحلوة اجيبين، قلت خلنا اطبع علينا صورهن. غالي وغالي، والله ما نخش باردة يا اخ، باردة شيني باردة، غير باردة الفرخات حطيتهن ويلين بعدهن وما مخرجات، وغالي وغالي. تعال طيرهن، شوف هسه هذا راح اكرهن اشكلهن ولا بنبسطح، عفوا يفترون بسطح احسن. انا جتني فكرة وطرحوا علي فكرات، كانت فكرة براسي قديمة، فهسه قلت لكم عليهن راح نسوي. هذين الطيور جزء بعدين طلع ثمانية من ذن اطيرهن، او احتمال ما راح اطيرهن ذني، ما ابي حيل ذن او طلع بذن اطيرهن. قلت هذا المرزيب هاي ثلاث شوى غير مكانه، اسوي برج كبير، يعني من انا اللي جاي فتيجي يجي متر وعشرة، يعني ويا هذا الحل مال شو اسمه من انا اللي جاي ودي لي غاد. قصدها المسافة من هذا الركن، هذا الركن ليغاد مترتين وستين، حلو مو؟ مترتين وستين، وسوي نزالة متر لو متر وعشرين على البلاويدة، بس البلاويدة الحجم مالتها يمكن مترتين واربعين، فشوف اذا مترتين وستين اجيب بلاويدة، واذا لا احط لها سندويتش، يعني اجيب سندويتش ثلاث مترات واسويها. هاي قلنا عليها، قلنا مترتين وسبعين اسويها هيك لي جاي لحد الباب وطلع هذا، هذا يتفلش يبقى هذا. هذا شو اسوي له؟ هذا عما والله ما اعرف، هذا لازم يعني اذا سويت ذاك برج كبير هذا لازم افلشه، اسوي لي برج صغير هيك مال الفرخات، اما يسوي لي فد برج صغير هيك منه، برج صغير بصف هذا مال الفرخات، اما هو هذا نفسه ابقي ما فلشه، او فلشه واسوي برج منه انا ولي غاد، يعني من هالخشبه لي غاد فتيجي صغير للفرخات، هاي اسوي المساحه فارغه. ايش وقت تسوي؟ والله ما ادري بعد، نشوف الافكار. هاي ساعه اقول اسوي بالخشب، ساعة أقول أجيب حديد والحم وأسوي على كيف. فأكثر من فكرة وفكرة موجودات هنا عندنا الحجي، والحجي الحجي شي يقول؟ بوي راح تخرب السطح، بوي راح أسوي له ما أدري شنو، بوي شو أسوي غير ذن الحلوات؟ يعني أنا بدنا أجيب أحط البلايش كل هنا هنا وخلي زوج سود بس، والباقي كله المو حلو اشلفه وبيعه، ما يطير عدي، يطير عدي هناك فحل جزء اطلعه، وزوج طيرته على واحد منه وباقي، وباقي هذا كله هيك كله حلات، تطلع الفارخة خرجها طارت عدي وكملت، اطبقها ويا امهاتها، اطلع لي فد وجبة فد 40 واحد يطيرن وجلداتهن وطوايرهن، والباقي الشي يطلع بعد اقوم ابيع من عده. بس هذا الحكي اخر رايد له في الشهر شهرين، يعني سالفه طويله شويه، وهسه شو برد، والبر بالبرد ما اقدر اشتغل، والله ما اعرف، ننتظرها ورا الشهر الواحد والثاني ونبلش بيها، احتمال على ساعه اسويهن. خلي بحاضه خطيه مقروصه بعينه، هذا الفرخ الاسود القبالي هذا المقذل، خلي نشيل ذني الفرخات اللي هنا نحطهم بالمسرح، وكمش البصراوية وطايرهن، خلي نفرنش كم فرة وصوركم اياهن، شو تقولون مو حسين؟ دو طبكم على الحلات خلي شوش بيهن ما بيهن. هذا اني يمكن قامت بعد ما تنام على البيضات لين خربن هنا الكبران بسرد اسق جوان مال البلاجة،
البلا كان بعد ما فاكس هذا نيتشه كن بعد الهن يوم يومين هذني جواهن بيضات العزايز هاي الفرقات الحبش قوليات هاي تريد تبيض ما ربيضت لو لا نشوفكم ابنهم شلون صار حلو عمي طلع شوفوا هذا اسود وش اسمه ذبلي بطويرني ذبلي يا بطويرني شنو مريش اربعة باربعة حلو والله وعلى جناحه ديكم شو واحد اربعة باربعة خلي شوفوني اربعة باربعة هذا همه اربعة باربعة حلو والله هذا ذب على شو اسمه بلاج يذب لي زلوف واحتمال يذب لي اسود بس ما يلا ما ركزت على وجهه شو ذب لي مقذل لو لا ها 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 معودين صديق شذب انتم اخوان شنو السالفة اخوان انتم اخ ضربوني هذا الاسود هنا هذا شكبي مقذل بس كان حليه هو هذا هذا هم جواها فرخ ما عدنا شيء خلي اقطع المقطع الفيديو هطلع حنتكم ناخذ لنا ايش كان فره بيهن ونرجع شو تقولون يلا نسد ونجيكم 15 واحد ذني هنا ويا السود حلوه وين شو نزل بالفرع يوم ذب الناصي باردة شو يرفع عنه شنو السالفة الشباب والله البحش كم سؤال سألوني الشباب قلت أجاوب عليهم بالمقطع الفيديو بالمقطع الفيديو خلنا اتذكرها راح من على طلع الشيطان راح من عندي سألني واحد من عندهم عنده طيور صار لها هواي ما تبيض ولد اذا صار لها هواي ما تبيض شوف انش كم واحد يعني شوف انش كم واحد واذا مثل مجموعة كاملة اما بعتها مخاليف وما شادات وذا كبار يجوز تلقى بين نقول عاقر طواير بين عاقرة يجوز خلي حطن حتى كش نكشة ثانية بابا حي جت جوقة مع الزواجن هسا كلها فكات مع الزواجن أما نقول طيور عاقرة وما تبيض أما طيور مرات مال شلون يذبوهن بالأبراج كله أكل 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 شوحم طيارة ذا الشوحم بعد ما تبيض وماكو طيور يجيبوها بس على المطيار يعني يدقون بها مطيار هذا شو يسوي يشيل الحلة من عتها فكسره واهسها انه تبيض هاي شو تسوي لها تفرض الطواير واحد والفحلة واحد وتطي مثل الطواير توكلها بس زخن خاف مشوحمة فالشي تطيها بس زخن تطيها علاجات كالسيوم شنو ذني اكون حتى منشط مال شو اسمه مال محفز يسموه الفحله هم تعطيها محفز تخليهم مده اسبوع 10 ايام الدكن دقن الحلال وذفن وروح يطنك شغلات مو طبيعيه يلا انكشل كش حمار ها اخطيه ما ابي حيل طياره هذا تعرف والله خلنا نطبب الطواير لان ذن الطواير تعبانات طببهن شو تقول خلنا نطبب الطواير وكشن ما اسوي كل مقطع طويل حتى ما طببت الطواير طلع ذن اللي وياهن ذنهم طلعتهن شنو هم طلعنا وياهن مجموعة كاملة احسن يلا خلنا كشن ذن قال لي جد ما نطيرهن ها بدوده فرق بس راح يطير واحده
الله وكيل كم دا بقى هيجي هو ساعة يطبق وساعة يروح هو ياهن طبق. شباب شنو السؤال ردنا نعرف بعدنا السؤال وياهن ونجاوبكم عليهن. عدنا ما عدنا والله جد حفظتهم بالتعليقات وذيك باكر افتح الموضوع عليهن واناقشهن ويا الشباب. هسه ماكو يران كل من راسي الشباب هالجماعة التور واحد ولد قال لي عدي تور والله جبت 70 واحد ما صفى اللي بس 20. عم جريمة والله جريمة ضيع لك يعني 20-50 واحد ضيع جريمة. عمي اولا انت لا تجني طيور لا تشتري من منطقتك. التار يصعد عالي شاف بيته يشوف بيته بكان قريب يشوفه عم ما اجيبهن وبزلهن اطلع ربا فرخ. انت طلع من عتن طلع من عتن وجبة السبعين طلع بيه طلع من عتن 170 طلع بدالها 70 لاخ صح ولا لا؟ السبعين طلع لك 70 طير من عتين اوجي كذا ما ياتنا بيحن ذن الافراخ عدك طلحن دشن على راحتك دكن مسرح وعليك يا بك شوي شوي تصيرن هيك بالعود مثل هنا هنا على البرج تصيرن من هنا تحركين من هالمكان لهذا المكان تحرك بيهن خليهن لا تستعجل عليهن الطير هن عدك قابل يرحن ما يرحن ضيع ما كمل لك ما ضيع خلي هاي السبعين يصفر لك من عتين 60 ضع لك 10 ما راح تضيع هواي. فلا تشتري طيور من منطقتك اقول لك يا لي قدام مالت المنطقه مالتك يرحن ما يبقى لك بين عتن واحد يرجع للراعي هذا صاحب كذا هم دشر هنا وهذا اما تاخذ فرخه يبعتها تنوس استوها مفطومه انت تبقى تدكها مسرح تخليها بالمسرح تخليها عندك بيمن على المسرح توكلها شوية تخلي الريش الأولى الثانية قو بيها عوها بالسطح شوية شوية تقو بيها مو أصلا تكشها لا ما عليك بذولا يجيك واحد رأسا ينكشها لا منها مثلا هنا يحطن على هذا البرج بالعودة سوين هنا وخلين على هذا اللي جاي هيك يحرك بيهن شون هسا العودة إذا تابعين مقاطع الفيديو شون تسوين بالعودة هيك هيك تسوين هنا ضيعت هسا مثلا جلدتهن جد ضيعت مثلا بس واحد انت وسوين هيجي لا اثنين ذاك يوم هذا واحد بس من جلدن وهذا بالهاوية راح من عندي واحد ايش احرك بالطيور اسوي اللي هنا احرك بيهن هو الطير راح يرجع لمكانه هذا شنو حتى اوخر الفزة والخوف بالطير الفزة والخوف بالطير تروح من عنده فشي يصير عندك جلدن شوي شوي هذا مد اسبوع كامل يسوي لهم تمرين هذا تقوم شو تسوي مثل هنا عندك هنا مجموعه ومجموعه هنا كشتن على صفحه ايش تسوي هنا خلين شنو يرحن شويه صعدن شويه وينزلن ياخذن داير واحد ويرجع يحط نو برجع واخره كش هاي الجهه شويه شويه ترتبهن على ايدك لا تستعجل بالتجليد عفك من ذولا لك اجل باسبوع وبعشر ايام لا حبيبي الطير لا تتعب عليه ما يروح من عندك كل ما تطيل حقه وتخليه شلون يحفظ مكانه ويعاين على المكان كل الزين ويعاينه براسه مستحيل يعوفك. شباب اللي هنا ما طلعكم المقطع الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك فعل الجرس حتى يوصلك شكو شيء جديد. مع السلامة في امان الله.